أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعاهد الأطفال إما بالقول وإما بالفعل وإما بالسلوك والقدوة وغير ذلك من الوسائل التربوية التي تجعل الطفل ينمو نموا سليما. انظروا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا كيف نصاحب أطفالنا، ندربهم أولا، نصطحبهم معنا، ثم نؤاخيهم حتى تكون العلاقة سليمة بين الأب وابنه، وحتى تكون الآراء التي يمكن للأب أن يطرحها مع ابنه وطفله. فواجب على الآباء أن يفهموا نفسية أطفالهم ويعرفوا اهتماماتهم ويأخذوهم بالرفق واللين ويفتحوا صدورهم وقلوبهم لأطفالهم وأبنائهم وبناتهم. وهذا ليس فقط واجب الآباء وإنما هو واجب المجتمع، حتى يشب الطفل والطفلة على هذه المبادئ سويا كما أرادها له الإسلام.